আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় কোরআন শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমাদের সবক হচ্ছে সূরা ইয়াসিনের 22 নং আয়াত থেকে 37 নং আয়াত পর্যন্ত আমরা সহিহ শুদ্ধ করে ছোট ছোট শব্দ করে করে আমরা এইভাবে শিক্ষা করব। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني. আমার সাথে সাথে আপনারা পড়েন। وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من
من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة إيكنا يكتا نيوم دكين وآية يأتا ناي كنتو أمي إيدا إجنو بولتي سي আমি যখন আমার ছাত্রদেরকে পড়াই মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে যখন পড়াই এইখানে 100 এর ভিতরে 95টা ছেলেরা এখানে টান দিয়ে পড়ে ওয়ায়া এইভাবে টান দেয় কিন্তু টান দেওয়া যাবে না এখানে টান ছাড়া পড়তে হবে ইয়াই ওয়ায়াতুল লাহুমুল আরদুল মাইতা আহইনাহা أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون صدق الله العظيم.